وضعية أقسام قضاء الأسرة للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير، طلب على قضاء الأسرة اليوم عالي جدا، وطبيعة القضايا المتعلقة به هي ذات خصوصية وتستدعي التوفر على بنية استقبال خاصة، طالما أن المتقاضين غالبا هم أفراد أسر على شفا النهار. بالمقابل، آخر تقرير لمجلس الأعلى للسلطة القضائية رصد عدة اختلالات على مستوى أقسام قضاء الأسرة. سؤالنا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية لكم سيد الوزير حول إجراءاتكم لتلافي هذه الاختلالات. تفضلوا سيد الوزير. هي أخطر ما يمكن يكون هو اختلالات في مجال نظام الأسرة ولا في قضية تاع الجنايات ديال اغتصاب الأطفال. هنا هذه أمور عندها حساسية كبرى. حنا بالنسبة لنا تنعيد النظر في محاكم الأسرة، جاء الملك في الخطاب ديالو طلب باش تكون، ودرنا واحد المجموعة ديال التسميح، درنا واحد المجموعة تاع المحاكم اللي غادي نفتتحوها أخيرا، اللي درنا البناية ديالها واحد 6 مشاريع قيد الدراسة بكل صفر وتمارة بن أحمد أساس زاك تردد وجدة، 7 المشاريع في طور البرمجة تنبحثوا فيها على العقار وهي المضيق الرماني بوزنيقه الرشيد يا قلمي محمد يا ميدلت، وكذلك وفي اماكن اخرى عندي هنا مجموعه تاع الاماكن. غير فقط سنبدو التصور، جوج الامور سنبدو التصور في قضاء الاسره، جوج. اولا ما معنى ما كاين حتى معنى تكون جلسه علنيه، واخا هي جزء ولا تجلسه نجيب المراه والراجل قدام الناس في الجلسه وما يحكيو لنا المشاكل اللي عندهم بالتحديد. هذا فكرنا ندير واحد التصور على قاعة الجلسات اللي كتهم بحال قاعة الاجتماعات، ويكون الرئيس كيترأس في قاعة الاجتماعات يجلسوا الطرفين مع المحامين ديالهم، ومرتبطة بالفضاء الأزرق باش الأطفال نديروا الفضاء الأزرق قريب ليهم، ويناقشوا بيناتهم في مكان مغلق. ما عندها حتى معنى يسمعوا الناس الحياة الحميمية ديال الأشخاص. علاش بغيت تلقي؟ علاش بغيت تزوجي؟ علاش بغيت هذا كلام شوية فيه شوية ديال المسألة. الثانية الأخرى اللي بغينا نديروا، ما كاينلاش تكون الأسباب والنقاشات في نسخة الحكم. واش كتهز نسخة الحكم فيها انه عندي مشكل مع الرجل ديالنا كتهز كيحكي التفاصيل؟ هي هذه مسائل النقد، ولكن بدو القانون باش يبقى مستوره حياه ديال الناس. يمكن يدير حكم ويخلي المحضر في الملف. علاش غادي تهز عقد الطلاق؟ انتهى التوقيت سيد الوزير، انتهى التوقيت. واضفنا عليك. هل تفضلي؟ لا باقي التعقيب بعد. تفضلي سيده النائبه. سيد الوزير، نحن نتحدث وحنا في ثلث الولاية الحكومية، ومجموعة من القضايا المطروحة وبالأخص على الأسرة وتحولاتها وعلى القضاء الأسري وغيره من فروع القضاء، اليوم تعودنا أن نسمع ما يشبه مونولوج حكومي وتساؤلات تطرحونها على أنفسكم في وزارتكم دون أن تجدوا لها جوابا. ما نطرحه اليوم هو سؤال، كيف نجعل القضاء الأسري ولوجا؟ كيف نجعله عادلا ومنصفا؟ ما هي الإجراءات الفعلية التي سيلمسها المواطن والمواطنة وهم ينتصفون إلى القضاء؟ ما هي شروط الكرامة التي ستوفرونها في قاعة الجلسات عوض أن تكون أحلاما اليوم ربما نتجاوزها؟ نتحدث عن مشاريع في طور التنزيل ولا نتحدث عن رؤى في طور التبلور في عهد وزارة ربما اليوم كما قلت ثلث ولايتها قد تم. إذا توفير هذا القضاء وتوفير هذه الشروط المنصفة والعادلة. انتهى التوقيت السيدة النائبة المحترمة، انتهى التوقيت. هل من تعقيب إضافي؟ إذا